عن جبل الخواطر أتحدث. أخذ هاتفه واتصل بصديقه وقال له: أمي مريضة وليس معي ثمن الدواء. رد عليه صديقه: تمام يا صاحبي، اتصل بي بعد ساعة. اتصل بصديقه بعد ساعة لكن هاتفه كان مغلق. عاد اتصاله مرات ومرات دون جدوى حتى مل من ذلك، فصار يبحث عمن يقرضه ثمن الدواء فلم يجد أحدا. أحس أن الدنيا كلها ضاقت به وأن الكون لم يعد يسعه. حزن حزنا كثيرا لأجل والدته المريضة، وحزن أكثر لخزلان صديقه له ولم يعرف ماذا يفعل. عاد إلى البيت يجر خيبته، وجد أمه نائمة وملامح الراحة بادية على وجهها، وبجانبها كيس الدواء. ذهب لأخته وسألها عمن أحضر الدواء، فقالت له: جاء صديقك وأخذ الوصفة وأحضر الدواء قبل قليل. ضحك والدمع في عيونه وخرج مسرعا يبحث عن صديقه حتى وجده. قال له: اتصلت بك عدة مرات وهاتفك مغلق. فأجابه صديقه: نعم، لقد بعت هاتفي واشتريت الدواء لأمنا. أن تعرف معنى الوفاء وليس المصلحة، ذلك هو شرف الصداقة. السلام عليكم.